السلام عليكم الأصدقاء، نتمنى كمان تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة إن شاء الله. الأصدقاء قبل ما يبدأوا الفيديو ديالنا نتمنى منكم تدعمونا بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم أي جديد إن شاء الله. الموضوع ديال الفيديو ديالنا الإخوة اليوم غادي نهضروا على واحد اللاعب اللي كان من بين الفرسان أو الجنود اللي حقوا الملحمة الكروية المغربية اللي شاركات في مونديال قطر 2022. اللاعب اللي هو بدر بانون، لاعب الرجاء البيضاوي سابقا. اخوان كما كتعرفوا بدر بانون كان كيلعب مع فريق الرجاء البيضاوي، وفي تلك الفتره كان المدرب للوداد هو وليد الركراكي، وكان دائما ما كان هناك تصريحات مستفزه من طرف اللاعب بدر بانون لوليد الركراكي، وقوله ان يجيب زعما كما كنقولوا بالدارجه اللعابه مزيانين باش يغلبوا الرجاء. والركراكي في مقابل هذا الشيء كان كيخرج حتى هو بتصريحات، وكيقول لبدر بانون يعني انا ما غاديش نبقى نجاوب بدر بانون على كل هاد الاستفزازات هادو، ولكن اللي كنقول ليه نصيحه زعما اللي كنقدمها وليد الركراكي لبدر بانون، الا بغى يوصل بعيد في المشوار الكروي ديالو يركز على اللعب ديالو مع الفرقه ديالو باش يوصل حتى هو للمنتخب الوطني المغربي. ولا بغى نعطيه زعما وليد الركراكي كيفكر بدر بانون يعني انا راه ديجا شاركت كلاعب مع المنتخب المغربي ونقدر نعطيه التوني ديالي. هادو من بين التصريحات والاستفزازات اللي كانت ما بين المدرب واللاعب. وشاءت الأقدار أن يكون وليد الركراكي مدرب منتخب مغربي، وكذلك يتم المناداة على بدر بانون لحمل قميص منتخب مغربي من طرف وليد الركراكي. قبل هذا الاستدعاء لإخوان كما كتعرفوا بدر بانون كان تعرض لمجموعة ديال الأزمات سواء صحية اللي كانت كتمثل في المرض ديالو بعد مرضه بمرض القلب نتيجة تراكمات اللي كنعرفها بعد إصابته بفيروس كورونا آنذاك، الشيء اللي خلى اللاعب يتفاقم عليه الإصابة ديال كورونا حتى يتصاب بمرض القلب اللي كان مجموعة من الأطباء كيقولوا ليه أنه صافي خصو يحبس المشوار الكروي ديالو. وبقى اللاعب صافي في واحد الحالة نفسية، تأزم الحالة النفسية والحالة الصحية ديالو، وكذلك الضغوطات اللي كان كيمارسها عليه جمهور الأهلي علما أنه كان يلعب مع الأهلي المصري، فقد احترف من الرجاء البيضاوي إلى الأهلي المصري وهناك لم يتوفق كثيرا، وكان دائما الجمهور المصري يشن عليه حملات وصافرات الاستهجان حتى اللاعب لم يتمالك نفسه وقرر أن يغير النادي في تلك الفترة. وتزامنا مع فيروس كورونا كما شرحت سابقا الإخوان، اللاعب تصاب بكورونا وتفاقمت الإصابات توصل بمرض القلب اللي كان كيفكر في الاعتزال، وكان كيصارع مع المرض ليالي وليالي طوال، وكان يقول يقدر اليوم ما يصبحش اليوم ما يصبحش، ولكن لطف الله كما كنقولوا الإخوان كبير وخلى اللاعب يوقف على رجليه مرة أخرى ويتعاقد مع فريق من الدوري السعودي، وبقى كيلعب معهم شوية بشوية تعرض المستوى ديالو. تخيلوا معايا الإخوان، اللاعب من بعد ما كان كيفكر في الاعتزال وكان محطم نفسيا ومعنويا بقى كيلعب تدريجيا مع الفريق السعودي إلى أن جاءت الفرصة وقرر الناخب الوطني وليد الركراكي أن يكافئ اللاعب جراء ما وقع له والصراع الذي
الصراع كما كنقولوا الاخوان، زعما الصراع اللي كان مع اللاعب والمرض اللي كان شادو، قرر المدرب يستدعي بدر بانون، وهذا الاخير لبى النداء وجا باش يحمل قميص المنتخب الوطني للدفاع عن الوانه في منافسة، ماشي منافسة عادية الاخوان، كما كتعرفوا كأس العالم 2022 قطر كان جميع اللعابة المغاربة كانوا كيحلموا باش يكونوا حاملي قميص المنتخب الوطني، واللي حصل لحد ان اللاعب كان ليه الشرف باش يحمل قميص المنتخب المغربي ويساهم في تحقيق الانجاز التاريخي الاعجازي اللي حققه المنتخب المغربي. من بعد الاخوان المباراة ديال اسبانيا والمغرب، اللاعب بدر بانون كان خرج بواحد التصريح، وبواحد التصريح اللي مؤثر وبالدموع في عينيه، اللي كان كيقول ان الفضل كله كيرجع لهذا المدرب اللي هو وليد الركراكي، اللي تاق فيه وعطاه فرصة وخلاه باش يكون من بين اللاعبين اللي حقوا هذا الانجاز. هذا اللاعب كما كتعرفوا الاخوان، كما قلت كان كيمر بواحد الظروف اللي صحية مزرية، وهذا الدافع وهذا الاستدعاء اللي احضى به بدر بانون خلى انه يشكر وليد الركراكي ويقول بلي راه هو السبب كما كنقولوا في ولادة بدر جديد. الاخوان كما شفتوا هذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو، هذا نتمنى منكم دعمونا باشتراك كما قلت في الاول، اللي مازال ما تابونا اتابونا وديروا لايك للفيديو اللي عجبكم، وما تنساوش تخليوا الاراء ديالكم في التعليقات ان شاء الله اخوان، باش يكون المحتوى في المستوى، وانتظرونا ان شاء الله في مزيد من الفيديوهات على لاعبي المنتخب المغربي وكذلك لاعبين العالميين. فهذه هي القناة مخصصة كما قلت احنا كأصدقاء وكعائلة، كتجمعنا حب وشغف بكرة القدم، وكنحاولوا دائما نعطيكم الجديد والمستجد في الساحة الوطنية والساحة العالمية التي تهتم بجميع أخبار وانتقالات اللاعبين. إن شاء الله فاش غيكونوا شي انتقالات غادي نواكبوا هذه الانتقالات الإخوان. ما نطولش لكم بزاف، نتمنى نلقاكم في فيديوهات حد أخرين في صحة جيدة إن شاء الله.